الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم.
الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الجحيم ثم لترون
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا
سمع الله لمن حمده.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور سمع الله لمن حمده الله
الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، ومما
ومن الناس من يقول آمنا
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قال إني أعلم
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا
الله.
الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ويتجنبها الأشقى
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط وتولنا فيمن توليت وبارك لنا في
وأصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد على ما مننت علينا بختم كتابك الكريم. اللهم لك الحمد في الأولى والأخرى. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجليلة، حيث أنزلت إلينا أفضل كتبك وأرسلت إلينا خير رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. فلك الحمد يا رب، ولك الشكر يا رب، ولك الثناء الحسن. اللهم وانفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم وانفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم واجعله شاهدا وشافعا لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولقلوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم وألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم واجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده. اللهم واجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده. اللهم واجعلنا ممن يؤمن بمحكمه. اللهم واجعلنا ممن يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم نور قلوبنا بالقرآن الكريم. اللهم أرح قلوبنا بالقرآن الكريم. اللهم ارزقنا السعادة بالقرآن الكريم. اللهم واجعله صاحبا لنا وشافعا. اللهم
من نعمة وخير وصحة
الشياطين علينا سلطانا. اللهم ثقل موازين حسناتنا
كتابك